اتأخرت شوية. دقيقتين تأخير في مواصلة فاضية أأمن من الاستعجال وسط الزحمة. حبايبي بلاش اليومين دول. وبعدين اتصرفتوا ازاي؟ خدناها على المستشفى أول ما سخنت، وهناك الحمد لله اطمنا. خلينا في الأمان، وده برضو لصالحي وصالحك. بس يا جماعة، عمي يا دوب نزل برجله من الطيارة وقمنا واخدينه يعمل التحليل على طول. ما احنا لازم برضو ناخد بالنا. طب ايدك دي غسلتها الاول بالصابون؟ عادي يا جماعة، للضرورة احكام والوقاية احسن من الف علاج. انبسطت جدا لما قسوا حرارتي على باب الجامعة. سمعت جنبي كحة قلت له ازاي الصحة، وبعدها غسلت ايدي ووشي. اول مرة اعملها نغسل ايدي بعد ما عديت الفلوس، بجد الازمة بتعلم. بوعي الشبان مصر بامان.